بنبتدي نحل مع بعض أسئلة الكويريز أو الاستلامات. أول سؤال في الكويريز جايب لنا كده كويري وبيقول لك إيه بقى؟ save the above query، احفظ الاستلام الموجودة، and give it the name employee salaries، ودي الاسم ده. طيب عشان نحفظ واحد، عشان نحفظ كويري وندي اسم، نروح فين؟ بنيجي يا جماعة من عند تسك ديت اللي هي دي الحفظ ديت، كليك شمال خلاص بيتحفز وبيدينا كده دايلوج بوكس كده نكتب فيها الاسم اللي ايه الكويري اللي هو امبلوي وسايز، نقول له اوكي بس كده. السؤال بعد كده جايب لك كويري كده في ديزاين فيو، بيقول لك ايه بقى؟ فايند اول بيمنتس، ابحث عن كل المدفوعات ميد اللي اتعملت اون في اور افتر في او بعد 6/6/2002. فين بقى البيمنت بقى؟ بص كده هتلاقي في هنا كده فيلد اسمه بيمنت ديت، خلاص بتيجي بقى قصاد الاسم اللي هو اسمه كرايتيريا اللي هي المعايير، معايير البحث يعني او معايير الاستعلام. تمام، بتقفل هنا كده بالكليك خلاص، وقال لك في او اكبر من او بعد 6/6/2002، يعني في او بعد، في دي معناها يساوي، بعد معناها اكبر، يبقى المفروض نحط ايه بقى؟ تحط هنا الكيرس كده ويكتب اكبر من او يساوي، ماشي؟ يعني اللي هي بص كمان كده وليكن ده التيبل كده عشان بس نوضح الموضوع. عايزين نعمل استلام، اي استلام هنا كده نقول له اد فلوس ونضيف كل الحقول كده. ايوه وليكن مثلا يعني هو ده خلاص في الكريتيريا، اعمل ايه؟ اقول له اكبر من او يساوي، وراها على طول مفيش او، اكبر من او يساوي 10، يبقى السلام عندي. اعمل انتر عشان ايه؟ عشان يبقى كده ايه يتحقق الايه الكويري. تمام، يبقى هنا يا جماعه في المثال اللي هو الدوك هنا اللي هو هتعمل هنا في الكريتيريا، في الكريتيريا هتعمل اكبر من او يساوي وتكتب التاريخ بقى 6/6/2002، وبعد ما تخلصها تعمل انتر. السؤال اللي بعد كده جايب لك الشكل ده وبيقول لك وي نو لونجر، احنا لم نعد نيد ذا كويري، مش محتاجين الكويري اللي اسمه بوكس باي امريكانز، اللي هو ده يا جماعه اللي هو بوكس باي فين؟ بوكس باي امريكانز اللي هو اول واحد من ده. بيقول لك ديليت ذيس كويري، سهل قوي يعني، اتعلم عليه ماشي، اتعلم عليه وتيجي من العلامه دي اللي هي دي ماشي، او كليك يمين ديليت انت حر. السؤال اللي بعد كده جايب لنا كده كويري في ديزاين فيو وبيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك اد ذا ابروبريت فيلد، اضيف الحقل المناسب فروم ذا امبلوي تيبل من الجدول ده اسمه امبلوي تو ذا ثيرد كولم للعمود التالت، يعني ده اول عمود والتاني هنضيفه هنا خلاص اوف ذا جريد سو ذات ذيس كويري، عشان السلام دوت ويل بي ايبل يكون قادر على سورت امبلوي، يفرز موظفين سجلات الموظفين ريكوردز اكوردنج تو ذير ايدج، تبعا او وفقا لسنهم. طالما سن بقى يبقى ندور على حاجه كده مناسبه للسن، عندك فيرست نيم وسير نيم وبيرث ديت وسالري، مين فيهم اللي مناسب للسن؟ اللي هو البيرث ديت تاريخ الميلاد. فاحنا كده اما انك انت جاي ساحب بيرث ديت كده شيلها من اهو، ساحب كليك شمال حاطها هنا، او تفتح لو وقفت هنا هتلاقي سهم صغير تفتحه وتحط البيرث ديت اهو كده. لو انت جيت هنا يا جماعه كده وتفتح دي كده هتلاقي عندك حقول كتير، اختار بقى البيرث ديت من هنا وليكن ده. تمام، السؤال اللي بعد كده جايب لك الشكل دوت الكويري ده، لاحظ بقى هنا في ناشوناليتي اسبانيش، اسبانيش راشن، راشن اسبانيش طبعا، اسبانيش يعني اسباني، راشن يعني جنسيه روسي خلاص. هنا بقول لك ايه بقى؟ تشينج ذيس كويري، غير هذا السلام سو ذات ات ويل جاست فايند بوكس، هيلاقي بحيث يلاقي بس الكتب باي سبانيش اوثرز اللي مؤلفينها كتاب ها اسبان، اند زين ران ذا كويري، وبعد كده اجري ايه الكويري. بص كده يعني وليكن يا جماعه هنا كده وليكن هنا مكتوب كده في الكويري اسبانيش، اسبانيش اور راشن، ده اللي مكتوب في الديزاين فيو بتاع بتاع الكويري. يعني هو سؤال جالك كده، جالك كده انت المفروض تروح للديزاين فيو خلاص عشان يجيب لك، عشان يجيب لك تصميمه اتعمل ازاي. فانت هتلاقي هناك بقى كده، هتلاقي في هتلاقي هناك كده هتلاقي هنا مكتوب اسبانيش اور راشن، هو عايز بس اسبانيش بس اللي يجيبهم، فانت بتقعد مسح الجمله دي اور راشن دي
تمسحها كده وتقول له اسبانيش، وتروح جاي عامل ايه؟ تجري للستاك اللي هو من الاي ديت. اتفقنا؟ السؤال اللي بعد كده اوكي يا جماعه كده. فهو الحل بسيط جدا، يعني حل بسيط، هو مدهولك كده، انت بس مجرد انك انت تروح للديزاين فيو هتلاقي كاتب في اسبانيش او الراشن، خلاص هو عايز بس اسبانيش، فانت تمسح او الراشن وتجري وتكون عملية اجراء للكويري اللي هي عمليه اللي هي يا جماعه بتعمل الاجراء للكويري من العلامه دي اللي هي دي ران يعني. خلاص طبعا، بس طبعا بعد ما تشيل ايه؟ بعد ما تشيل اور راشن. السؤال اللي بعد كده جايب لك كويري كده، بقول لك ايه بقى؟ سورت ذيس كويري، افرز الكويري دوت سو ذات عشان ذا موست ريسنت بيمنتس، احدث المدفوعات ديسبلاي، احدث يعني ايه؟ يعني جديده. خلاص يعني مش هيرتب بقى ترتيب من القديم للحديث، لا من الحديث للقديم. يعني ايه بقى من الحديث للقديم؟ يعني ديسندنج، ترتيب ها تنازلي يا جماعه، يعني من فوق لتحت، از ذا توب اوف ذا داتا شيت. طيب هو فين بقى البيمنتس؟ ادي البيمنتس دي المفروض نقف عليها خلاص، ونختار العامل يا جماعه اللي هي فروم زد تو اي، ماشي؟ عشان ايه؟ يرتب الحاجات من الاحدث للاقدم، من اي تو زد، يعني من الاقدم للاحدث، يعني القديم الاول وبعد كده الجديد. اتفقنا؟ السؤال اللي بعد كده جايب لك الشكل دوت، وعايز ايه بقى؟ بيقول لك ميك ذا ستوك اند كاستمر، خلي الستوك والكاستمر اهم، ايه دول؟ عباره عن تيبلز كده ولا ايه؟ الستوك والكاستمرز ذا ريكورد سورس، المصدر بتاع السجلات فور ذيس كويري لهذا السلم. سهل قوي، بقول لك الستوك وكاستمر، بتيجي على كاستمر ايه وتقول له اد، وتيجي على الستوك وتقول له اد، وبعد كده تعمل كلوز. يبقى انت كده خليت الكاستمر والستوك هم الريكورد سورس للكويري دوت. بعد كده هجيب لك كويري زي ده، ماشي؟ وبيقول لك this query shows all patients، السهم دوت بيوضح كل المرضى born before 1962، بيوضح المرضى اللي هم مولودين، اللي هو ده كده date of birth، مولودين قبل 1962. طيب عايز ايه؟ change it، غيره so that the date of birth، عشان يخلي تاريخ الميلاد will not be visible، ما يكونش ظاهر in this query results. هتعمل ايه؟ هتعلم على الفيلد يا جماعه، هتعلم على الفيلد ده كده من فوق، ماشي؟ وتختار امر، او تعمل كليك يمين وتختار امر هايد كولمز اهو، وليكن ده كده. تشيل بس كده اهو، بنيجي على كولمز كده وكليك يمين ونختار امر هايد كولمز، نلاحظ ان هو اختفى منين؟ من الكويري خالص. السؤال اللي بعد كده جايب لك كويري تحت كده، وجايب لك هنا تختار، يعني تختار الجمله الكويري اللي هي المظبوط، بيقول لك which one of these criteria، اي واحده من الاربعه اللي جايين دول will find employees، هيلاقي موظفين from employees born before اتولدوا قبل 31/12/70. يا ترى انهي جمله من دول بتناسب الموظفين اللي اتولدوا قبل 31/12/1970؟ عندك دي اقل اهو، اقل من 31 ديسمبر 1970، هنا اكبر من او يساوي، هنا اكبر، هنا من اقل من او يساوي، يبقى هي الوحيده يا جماعه اللي هي بيفور، يبقى اول واحده اللي هي اول اجابه اللي هي اقل من 31 ديسمبر 1970. السؤال اللي بعد كده جايب لك كويري اهو في ديزاين فيو، وبيقول لك ايه بقى؟ This query has a salam has been designed to اتصمم عشان find all patients، يلاقي كل المرضى who have made عملوا payments، عملوا مدفوعات since منذ January 1 2003، منذ يناير، منذ 1 يناير 2003 اهو مكتوب اهو، اكبر من او يساوي 1/1/2003. طب عايز ايه؟ run this query now، اعمل اجراء لهذا الكويري اهو. بتروح يا جماعه بعلامه اي اللي هي علامه التعجب دي، اي المقلوبه دي، ماشي؟ اللي عم تتعجب، صح، لك كليك شمال هيتعمل ران للكويري. السؤال بعد كده جيب لك كويري برضو في ديزاين فيو، عايز ايه؟ بيقول لك فايند بوكس، اوجد الكتب باي اول اوثرز، اللي عملها كل المؤلفين هو ار نوت راشن، اللي مش روس. يبقى هنيجي على الجنسيه اللي هي ناشوناليتي، ونيجي في الكريتيريا نعمل لا يساوي. يعني ايه لا يساوي؟ اللي هي دي يا جماعه، اللي هو بص كده، لو يكون الكويري اهو، معنى لا يساوي بعمل كده، علامة أكبر من، علامة كده
دي يا جماعه، العلامه دي معناها لا يساوي، واكتب كلمه ايه اللي هو قالها في سلام رشن، بس اهي العلامه ديت، وقول له ايه رشن، واعمل ايه انتر بعد ما تخلصها، بروك بريس انتر وين يو ايه يو ار فينيشد. هو حد يعمل كلمه نوت رشن؟ لا، اعملها العلامه ديت، او نوت ايكوال، لا اعمل العلامه ديت اللي هي اصغر من واكبر من، واكتب كلمه ايه رشن واعمل انتر. السؤال بعد كده جايب لك كويري اهوت، وبيقول لك سورت ذيس ريكوردز اف الاستجابات ديت سو ذات اوثرز ويز سير نيم بيجيننج ويز ايه، عشان الاوثرز اللي هم السير نيم بتاعهم بيبدا بحرف السير نيم اهو اللي هو الفيلد الثاني اللي يبدا بحرف الايه، وود ديسبلاي ات ذا توب اوف ذا شيت، يعني اللي بحرف الايه في السير نيم يبدا الاول، يبقى عايز فارس ايه بقى؟ تصاعدي ولا تنازلي؟ تصاعدي، لان الايه هيبدا من الاول، يبقى هنعلم العمود ده كده ماشي، ونختار فروم اي تو زد. السؤال اللي بعد كده جايب لك كويري، بس جايب لك هنا تلاتة فورمس اوثر وبوك واكستراكت، عايز ايه؟ بيقول لك اكسس ذا اوبشن، اوصل للخيار الاوبشن ذات وود انيبل يو، اللي هيخليك كرييت نيو كويري، تعمل كويري جديد وزود ذا هيلب اوف سيمبل كويري ويزارد، بدون استخدام الويزارد. الاول هنعلم على كويري خلاص، ونروح على ونروح على كرييت كرييت انزيم فيو في عرض التصميم زي كده يعني. بص اقفل ده كده خالص واحفظ ماشي ماشي. انت واقف لك في الفورمس، قال لك عايز اعمل كويري بدون استخدام الوزارد، الاول تروح على الكويري وبعدين تروح على كريت كويري انزيم فيو كده يا جماعه، لازم تعمل كده. السؤال اللي بعد كده اجيب لك السيرش كده، واقول لك ايه بقى، كريت ا نيو كويري يوزنج، هنا بقى عكس اللي فات، اعمل كويري جديد بس باستخدام سيمبل كويري ويزارد. هو واقف على الريبورتس، هتروح على الكويريز ماشي، وهتقول كريت كويري باي يوزنج ويزارد باستخدام المعالج اهو، هو واقف على الريبورتس، قال لك اعمل كويري، يبقى الاول تروح على الكويري تمام، قال لك باستخدام ويزارد، يبقى هتروح على الاختيار الثاني وتعمل دبل كليك. اتفقنا؟ السؤال اللي بعد كده جايب لك الشكل ده، بيقول لك ايه، اكسس ذا اوبشن ذات وود نيو يو، اروح للاوبشن اللي هيخليك كرييت نيو كويري وزود ذا هيلب. حلينا يا جماعه قبل كده، السؤال ده مكرر هنا، جايب لك هنا بيقول لك ايه، بيقول لك جايب لك كوري كده في ديزاين فيو، وبيقول لك سيف ذا تشينجز، احفظ التغييرات ذات هاف بين ميد اللي اتعملت للكويري امبلوي ده، احفظ التغيير بس. هتعمل ايه؟ هتروح السيف دي، كليك شمال على السيف دي. السؤال بعد كده جايب لك كويري كده، بيقول لك ذيس كويري شوز اول بيشنت بيمنتس، بيوري لك كل مدفوعات المرضى، change it so that the actual amount paid will not be، برضه عايز يخلي العمود اللي فيه البيمنتس not visible، برضه سؤال مكرر، باجي على العمود واقول له ايه، hide column،